السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. رفعت العداء دليل عبد القادر علام البحرين عاليا ببطولة العالم للشباب والشابات أول مقامة بمدينة بودغيتش البولندية، وذلك بتتويجها بالميدالية الفضية في سباق 3000 متر في سباق شهد منافسة كبيرة بين العداءات، تمكنت خلاله دليلا من الظفر بالمركز الثاني بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 8 دقائق و46 ثانية.